ورجعنا لكم بعد الفاصل مع الفاشن ديزاينر الجميلة هدى عبد الرحمن. ازيك يا هدى؟ الحمد لله، تمام. منوراني النهارده في البرنامج. تسلمي لنا النهارده بقى، بقى ونرجع بقى لدلع الست بقى، يعني نرجع للاين ارجع بتاعنا بقى بقى بتاعنا ما نقدرش نغيره. هدى الجميلة البونبونية، مش عارفة يعني أنا حبيبتي تسلمي، حساها عليكي جدا. حبيبتي جدا، ازاي ربنا يخليكي. بدأتي مجال الفاشن يا هدى؟ وازاي تمام. جاتلك الفكرة يعني؟ بصي، هو الموضوع ده او ابتدت الحدوته دي من وانا صغيره، قرقوره كده صغيره. شخصية كانت صغيرة لما ماما خدتيها طبعا معلقة، مش عارفة ازاي دي صغيرة حبيبتي. تسلمي لي حبيبتي. كانت طبعا معظم امهاتنا زمان كل واحده كانت عندها الكنز الجميل ده، اللي هي المكنه الجميله دي. طبعا فكنت اقعد جنب ماما عشق كده، اقعد اتفرج عليها وهي بتفصل لنا وهي بتخيط لنا حاجات. فطبعا اللي هو انا قاعده سرحانه، اللي هو انا عايزه اتعلم، انا عايزه اعمل زي ماما، عايزه اشوف ده بيتعمل ازاي. فضلت الشغف جوايا موجود لغايه لما كبرت شويه وبقيت في اعدادي. اتعلمت من ماما ان انا ازاي افصل لنفسي او اخيط لنفسي، بس انا ما كنتش بعرف اقص بصراحه في اعدادي بالاعتراف. اتعلمتي تخيطي؟ من الاعدادي، فكان ما شاء اول الله. تصميم عملته لماما وانا في اعدادي. رسمت لها الرسمه وقلت لها يا ماما انا عايزه الديزاين ده، انا عايزه التصميم ده، انا عايزه البس ده. فكانت هي قصت لي وانا قعدت نفذت ده. دي كانت بدايه الحدوته. فضل الموضوع برضو جوايا شويه. انا احب اضيف لمسات كده، انت عارفه بقى البنات ليهم لمسات هي رقيقه اللمسه جميله. اللي تحط دي اللي بتقلب تمام، الدنيا. اكسسوارات، حاجات كده لطيفه، تريكو، كروشيه، حاجات كنت احب اضيف الحاجات دي قوي مع الشغل اللي ماما بتعمله لي واللي انا كنت منفذه. فضل الموضوع برضو لغايه لما انا دخلت جامعه. كان اول برضو طقم رحت بيه الجامعه وكان من تنفيذي انا طبعا، اصل ماما طبعا ربنا حبيبتي يخليك، ربنا يبارك لي في صحتها وعمرها يا اللهم رب. امين يا رب. برضو كان اول طقمينه، وكان كتير قوي من اصحابي ايه ده بجد، واو انت اللي عاملاه، ما كانوش مصدقين ان ده يعني انا اللي عاملاه. بس ده بجد كان بيديني حافز قوي جدا. طبعا فكان تشجيع الاهل والناس اللي قريبين منك والصحاب ده بيفرق معانا جدا 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 جدا. أكيد طبعا. فضل الموضوع بقى ماشي واحده واحده. طبعا انشغلت طبعا في دراستي. دراستك انت دراستك اصلا ايه؟ ليسانس اداب قسم تاريخ. ولان بعيدا طبعا خالص عن خالص الفاشن ديزاينر يعني. لا مش بعيد، لازم برضو تجيبي التاريخ الفاشن وترجعي ورا شويه وتضيفي انا احب لمساتك اللي برضو بيوظف مجاله وتربطي. في الحاجه بتاعته. ده حلو قوي، ده حلو قوي، يفيدك قوي في حاجه قدام. المهم، فجيت طبعا انشغلت شويه بالدراسه والابحاث طبعا، وانت عارفه اشتات بقى تاريخ ومتفكرنيش، وما ادراكي ما تاريخ. متفكرنيش. انشغلت شويه بالدراسه، وبعد كده شغلي طبعا، وانت عارفه الشغل بياخد وقت الانسان كتير يعني. بس فضلت برضو الفكره موجوده والشغف موجود. بس انا ما اكتفيتش بصراحه، كان دايما في حته ان ماما دايما هي اللي بتقص لي، حاسه ان انا مش كامله، حاسه ان في انا حاجه برضو ما عندي فهمتش ناقصه. شغلك، ده اللي اسمه الباترون ولا ده حاجه تانية؟ الباترون، الاصل هو الباترون. الباترون تمام. فكنت عايزه اكمل، لا عندي حاجه ناقصه عايزه اكملها. ففضل الموضوع جوايا لغايه لما خدت دبلومه فاشون كامله في القاهره. باترون بقى وديزاين وكل كان حاجه. اول حابه تمسكي الديزاين من اوله، عايزه from A to امسك Z. بقى الموضوع from A to Z. لان بقى الموضوع عارفه انت شغف من وانت صغيره وحب وحلم كمان يعني. انت كمان الموضوع انت شايفه نفسك حاجه قدام، وانت عايزه تعملي بصمه وحاجه بدماغك انت، لان انت كل حاجه انت عايزاها مش بتلاقي اللي انت عايزاه موجود في السوق. أكيد. عشان تلاقي تفضلي تصممي وتفضلي عارفه انت اللي هو لا انا لازم اعمله بنفسي، اللي انا عايزاه مش لاقياه، مش لاقيه حواليا. نادر قوي لما تلاقي حاجه تعجبك، نادر قوي لما تلاقي حاجه على ذوقك. ومهما كانت الحاجه فعلا. موجوده برده حتى لو هي براند، بس بيبقى برده ليكي ذوق خاص لحاجه برافو. معينه انت ممكن ما تلاقيهاش، ليكي تقعدي تلفي لمستك، عليها ما تلاقيهاش. ليكي لمستك، حتى لو جبت حاجه عجباني قوي اجيبها واحط فيها لمستي. يعني عايزه اقول برضه، هو الموضوع مش برضه بيبقى مع الفاشن ديزاينر بس. ساعات انا مثلا كايمي بروح مثلا لحد، انا صممت يعني عملت تصميم كده ديزاين لحاجه معينه، واقول له انا عايزه الحاجه دي، مع اني مش فاشن ديزاينر بس في تصميم معين بستراست بس بحاجات من كده معينه مثلا تمام. عايزاها. يعني دي حاجه طبيعيه ان احنا نحب الحاجه دي، فانك تنميها
وتشتغليها وتربطيها كمان بمجال شغلك، فدي حاجه كويسه جدا. برافو عليكي، انت قلتي حاجه مهمه جدا، ان هي مرتبطه بالحب، انت لازم تحبيها. طالما انت بتحبي الحاجه هتبدعي فيها. حب ما تعمل حتى يعني تعمل ما تحرم. تقريبا هو اتعكس تقريبا. فهي فعلا الواحد لما بيحب الحاجه، عارفه انت بيبقى عامل زي البحر كده اللي بيغوص فيه، كل ما تغوصي فيه كل ما تلاقي طعمك اكتر وتاخدي اكسبيرينس اكتر، بقى جواهر حاجات كده. يعني انا لما بقول عن الموضوع ده عشق، هو فعلا عشق. طبعا الموضوع ده فعلا عشقي. فبس يعني مش اي حد يعرف يطلع لك الديزاين اللي انت عايزاه. انا مني تمام. واحده يعني عندي عقده في تفصيل، او ان انا اروح لحد تلاقي الحاجه اللي انت عايزاها، اي حاجه معينه. تمام. يعني انا بكون حابه الديزاين يطلع بطريقه معينه، بتطلع لي حاجه تانية خالص. لا ما هو ده بقى اللي خلاني انا بصراحه بحاول ان انا اوصل، يعني ما واخده وضع الصمت في البوينت دي. وكنت لسه هسال، طبعا مش عارف اسالك، اقول لك انت اكيد بتصممي لبسك. يعني انت شلون لبسك بالنسبه للتصميم، وبتعملي لبسك بره ولا بتتجهيش؟ لا انا بصراحه عندي عقده من مجال التصميم ده، لان انا جربت قبل كده كتير، والديزاين يمكن هدى كان يخيب. شايفه مع بعض عملت انا وهدى كتير. كان في كان اخر حاجه الحلقه اللي فاتت طبعا اللي انا ما جيتش فيها، البليزر اللي كنت لابساه الكافيه ده، انا كنت مفصلاه، بس للاسف طلع الديزاين غير ما انا كنت عايزه خالص. تمام. خالص لدرجه ان انا قلت خلاص هرميه مش عايزاه. فبصدفه بوريه لهدى، طب انا كنت عايزه حاجه معينه واتعملت لي حاجه تانية، والله خديته مني ظبطته لي بجد، كان رائع. وهمي بجد عايزه انت ذاتي الحاجه جميله، رغم ان انا في لمحه فهمت هي عايزه ايه. فسبحان الله، هو هي فهمت فعلا دماغي وعملت لي اللي انا عايزاه. انا الفتره الجايه هبدا ان اتجه ان اعمل اللبس بتاعي. انا ما عندي مشكله كبيره جدا. أيوه. في موضوع حبيبتي. انا بنزل يعني انا دايما يعني سواء الوزن بتاعنا بيبقى لينا ديزاين معين لازم نلبسه، ده حقيقي. اقعد الف عليه ما لاقوش، طب اعمل ايه؟ طب انا فعلاً. طب اخاف افصل الحاجه، لو لقيتيه ممكن تلاقيه كبير شويه صغير شويه. الحاجه الفورمال بالذات دي فعلا مش اي حد يصمم، وخصوصا بقى لو انت عايزه تضيف عليها لمسه كاجوال، لمسه كده البنطلون الجينز على البليزر. واو. يعني عايزه اقول لك ان انت انت لابسه صحيح 2020 يا جماعه. هو ده. طبعا. فالموضة مهمة جدا في حياة كل بنت، الموضة مهمة جدا في حياة كل واحد فينا. بجد الموضوع يا جماعة جميل وحلو جدا، ولازم كل واحد فينا يشوف هو بيحب ايه وعايز ايه. انت مش عارفة تطلعي اللي جواكي على ورق، او مش عارفة تعبري عن اللي جواكي، روحي لأقرب حد فاهم في الموضوع ده ويقدر يفهمك ويقدر يفهم اللي جواكي ويطلع لك ده على ورق. هدى يا جماعة والله okay. هدى بتشرح نفسها بجد. اتس اوكي. تمام. يتنفذ ويطلع. بصي زي ما رسمتيه يطلع بالظبط. يعني انا رسمه لك حاجه ما يطلعليش حاجه ثالثه خالص. ده الموضوع كان بيعصبني جدا. فاللي هو فضل الموضوع بقى هدف، لا انا هاخد لازم اتعلم اعمل الحاجه فروم اي تو زد بكل تفاصيلها. ده مهم جدا 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 جدا. فادعوا لي بقى ان انا اطور نفسي اكتر. طب بالنسبه لهدى، يعني انت من الشرقيه تمام؟ تمام. ايه اكتر مشكله بتواجهك في المجال بتاعك ده؟ معيش مع غير المواصلات. غير المواصلات. هو النهارده الحلقه عندنا كلها شرقيه. المبدعين كلهم. انا طبعا فخر على فكره. انا شرقيه. مجدي يعقوب. انا فخر طبعا. النهارده شيرين كلها من الشرقيه. الشعيره الجميله طبعا شيماء دلوقتي ما شاء الله عليها، ومعانا انت دلوقتي. فانا مبسوطه. يعني انا مبسوطه ان وايمي وشيرين بلا فخر طبعا. انا مبسوطه جدا ان مهما يعني الشرقيه كمجتمع، عمري ما قلت عن الشرقيه مجتمع ريفي. الشرقيه مجتمع متمدن جدا. احنا ممكن نكون بنسمع زي مصطلحات كده وقالش حاجات غريبه فعلا. الكلام ده مش عندي. انا بقعد اتدرب عشان اقوله اللي هو مش لنا حل، مش لك دعوه، حاجات كده. عارفه افكار غريبه والله. الفكره دي متاخده عن الشرقوه علشان طبعا الميديا وال انا يعني خطيب بيقول لي في الاير بيست على ولا والله انا ما اعرف يعني ايه. ولا انا بصراحه. انا لا ولا انا بصراحه. بس انا عايزك بس دي موت الارياف عشان الموضوع يبقى. معلش اقول لك حاجه عشان اكون صادقه، احنا مش بنعيب على اللغه. لا طبعا انا بصي ايا كان المكان ريفي او متمدن بعتز جدا بلغه المكان يعني بطالب بالتمسك. معلش انا الشرقيه فيها مدن وفيها ارياف. اكيد طبعا. المدن اللي بتتكلم بلهجتها تمام تلتزم بيها، والارياف ده على يعني فوق راسنا كلنا طبعا تلتزم باللهجه. ما حدش يعني يستحي من لهجته او من اي حاجه هو فيها. طبعا اجمل ناس في حياتي من الكره او من الريف. اجمل ناس شجعوني في الموضوع ده ولسه في ظهري ومدعميني
طبعا جزء كبير من اهلي في الارياف، فانا طبعا بتشرف بيهم جدا وعلى راسي في كل مكان طبعا. وعمري ما انكرت ابدا، انا سايق كوكتيل كده كهراوي على شرقاوي شويه على اسماعيلاوي عشان العيله عندنا كوكتيل، بس لا انا دول ليهم مكانه في قلبي، غير الخير كله والجمال كله في قلوبهم، فبصراحه ليهم كل التحيه والتقدير بصراحه. والله كل التحيه والتقدير طبعا، ويكفي ان الشرقيه جابتنا، يعني جابت ناس زي جابت ناس دايما ومالكه طبعا طبعا دكتور مجدي عياط. نرجع بقى لللاين بتاعنا اللي احنا كل شويه بنخرج عنه يا شيرين، الوان الصيف السنه دي. ايه الوان الصيف حبيبتي؟ بحكم ان احنا كده كده اوريدي قرب يخلص، بس الوان الصيف السنه دي عايزه اقول لك ان انت بتمثلي اولا الوان الصيف. ما بحبش اتكلم عن نفسي، دايما شايفه بتتكلم عني. اه وشيري طبعا عارفه انت مديه انا الوان الشتاء. لا بس الوان صيف 2020 طبعا البيزكس كولر دي اساسي طبعا، دي من الموضه 2020، الى جانب طبعا اللي هو المشجر بقى اللي هو عارفه انت اللي فيها حاجات اللي هو داخل فيها الطبيعه جداً. جميل عجباني قوي اللي داخل فيها الطبيعه. عايزه اقول لك ان انا شايفه الحاجات دي موضه صيف 2020 اللي داخل فيها الطبيعه، شمس هواء بحر حتى الالوان، حتى الالوان تلاقي فيها اللي داخل فيها هواء سوري شمس سماء بحر، بيأثر على العامل النفسي والله جدا جدا. شايفه شيرين النهارده إيه؟ مش فاهمه ازاي بتعملي الشغل جدا جدا، مش قادره اقول لك شيء لشيء تاني خالص يعني. اكيد عايزه اقول لك ان جوه شيرين اصلا عكس تماما الالوان دي، جوهر ربنا ما فيش كلام على شيرين طبعًا خالص طبعًا. انا عايزه طبعًا بس يعني اعتذر لكل الناس اللي بتتصل بينا بيقولي جوه ان في ناس بتتصل كتير، احنا بنعتذر طبعا عشان وقت حلقتنا، ويعني ان شاء الله من الحلقه الجايه ان شاء الله من الحلقات الجايه، وبنعتذر لكل الناس وكل الناس اللي حابه تسال على اي حاجه خاصه بالفاشن خاصه بالميك اب تبعت لنا طبعا على البيج، هنرد على كل اسئلتهم باذن الله في لايف بنعمله بعد البرنامج برده وبنتكلم فيه عن كل حاجه اتكلمنا فيها. كان نفسي الوقت يعني الوقت الحلو خلص بصراحه. انا كمان بس في حاجه مفاجاه حلوه كده ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله اذا سمحتوا لي طبعا طبعا تاني. في تصميمات حلوه كتير انا عملتها هنفذها ان شاء الله. انا كان نفسي تجيبي ديزاينز النهارده بس يعني ما حصلش نصيب. فعلا معلش الوقت ما اسمحش وظروف، بس ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله يكون معايا ان شاء الله باذن الله والتنفيذات بقى اكيد طبعا. شرفتي منورتينا النهارده، شرف ليا حبيبتي وشرفتينا في حلقتنا الجميلة. وللأسف أعزائي المشاهدين وقت حلقتنا انتهى، بس طبعا في حلقات جاية كتير الفترة الجاية هندلع كل الستات أنا وشيري. استنونا في كل جديد، استنونا في كل جديد في ميك اب لاين. إلى اللقاء.